بداية نعرف المشاهد الكريم عن شخصية الشيخ جابر المسكري. ولد الشيخ الوالد رحمه الله تعالى في العام في عام 38 و300 وألف، الموافق ل 1920 بالميلادي. وكانت ولادته في قرية اليحمدي من ولاية إبرة، وتوفي والده وهو صغير في سني طفولته الأولى. توفي والده وعاش يتيما، لكن أمه الجدة حسينة بنت سلطان بن سالم المسكرية هي التي قامت بالواجب وقامت بتربيته، وتربيته كانت تربية علمية، حيث والدته كانت تحفظ جزءا كبيرا من القرآن الكريم، وعندما كانت تمارس الأعمال المنزلية كانت تقرأ من حفظها تلك الأجزاء الأخيرة من القرآن الكريم، ويسمعها وهو طفل صغير ويحفظ، يلتقط تلك الآيات الكريمة والسور الكريمة وحفظ جزءا كبيرا منها. هذا في البداية. وفي يوم من الأيام كانوا يسيرون في جنوب القرية بعد المزارع كذا، هناك توجد أشجار على الأودية يسمى شجر الحلف معروف. فذهب المرحوم الوالد وهو طفل صغير وأخذ قطعة من هذه الأشجار، قصبة منها، وقال في نفسه: كان آبائي من أهل العلم، فكيف أعيش أنا ولا أعرف الكتابة ولا القراءة؟ فأتى بتلك القطعة وأعطاها لوالدته، فبرتها وأعدت له قلما للكتابة، وهذه كانت البداية. أعدت قلم من هذا، من هذه الشجرة، شجرة الحلف، وأعدت له مدادا وقالت له: أكتب. أول ما كتب: إذا ما المرء فاتته ثلاث فبيعه ولو بكف من رمادي. إذا ما المرء فاتته ثلاث فبيعه ولو بكف من رمادي، صيانة عرضه والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. هذه كانت أنا ما شدني هو دور الوالدة. يعني دائما عظماء الأمة من خلفهم أمهات فاضلات، والأم مدرسة. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا العراقي. يعني حدثنا عن دور الأم خاصة في تنشئة الشيخ جابر بن علي المسكري أكثر من بدايته بعد توفاة والده رحمه الله. ربته رحمه الله كما ذكرت على حب العلم. فمنذ البداية أعدت له هذه الأدوات الأدوات العلمية، ثم قامت بتحفيظه وتعليمه القرآن الكريم. كانت تحفظه وتحفظ بعض الأولاد هناك، إلى أن أقيمت فيما بعد مدرسة أكبر من ذلك، وتلقى أوائل العلم فيها. وكانت أيضا تصرفه عن سفاسف الأمور. جميل. يعني من حسن التربية منعت عنه العوائق التي تعوقه عن طلب العلم. ففي مرة من المرات سهر خارج المنزل، دعاه أحد الشباب وكذا، فسهر خارج المنزل، ولما رجع وجدها قائمة تنتظره، فغضبت عليه وأخبرته أنه لا يليق بك السهر بعد صلاة العشاء، تعود مباشرة إلى المنزل. وهذا حرص الوالدين. يعني يعني في مصلحة الأبناء عدم التأخر عن دخول المنزل في الليل، خاصة الليل. ربته كذلك على التعامل، حسن التعامل بالمال، فكانت ترسله تعطيه مالا ليشتري بعض الحاجات. فإذا اشترى بذلك المال يعني أشياء أقل قيمة عما أعطته، تقول له: ارجع واشتري بالقدر الكافي. فكانت تربيه على ذلك، تربيه على إدارة المال، تربيه على إدارة الوقت، تربي على قراءة القرآن الكريم، إلى غير ذلك. إذا نشأ الشيخ جابر في بيئة حاضنة للعلم، حاضنة للسلوك، وبالتالي نشأ هذه التربية أو هذه النشأة الجميلة، أليس كذلك؟ نعم. نعم. بلى. نعم.